الشيخ جابر بن علي المسكري يتصف بجانب الذاكرة القوية بأنه محبوب من قبل أرحامه، من قبل طلابه، من قبل المجتمع بأسره. كيف نعم. كسب القلوب؟ نعم نعم، كسب القلوب حقيقة من بأسباب كثيرة هناك، نعم، من بينها التواضع. نعم، كان متواضعا، يحب الصغير ويحب الكبير ويقدر الناس، نعم، ويعطف على الصغير، وكل من جلس بجانبه أعطاه جانبا، نعم، اهتم به، نعم، جليسه يشعر بالاهتمام، نعم. كذلك كان رحمه الله وصولا لأصحابه، وصولا، نعم، لأرحامه، يصلهم، نعم. عندما كنا نأتي كما تعلم تولى القضاء في مناطق شتى، نعم، فعندما يأتي إلى إبرة يزورهم بيتا بيتا يكاد، ما شاء الله، نعم، ويطيل أحيانا الزيارة معهم وغير ذلك. يعني كان وصولا وكان ناصحا، وكان مدرسة تتنقل، يعني حينما يدخل المنزل هو مدرسة، نعم، فهو يعلم من خلال القدوة، صحيح، الكلمة الطيبة، نعم، الكتاب كان ملازما له، نعم، وعندما كنا معه عندما نصل إلى بيت أي أحد يقول أحمد افتح الكتاب قرأ، فنقرأ، يعني الكتاب كان حليفه طوال عمره، نعم، منذ الصغر إلى أن انتقل إلى رحمة ربي. كنا قبل الفاصل دكتور أحمد نتكلم عن شخصية الشيخ جابر المسكري. هو كان قاضي، ودائما القاضي غير مرغوب فيه، قد يكون من ناحية الناس، يعني يكونوا أنه هو الحازم، هو القاضي، هو يعني الفاصل في القضايا الشائكة، لكن شخصية الشيخ جابر كان يعرف عنه حبه للناس وحب الناس له. نعم، يعني حدثنا عن الجانب الإنساني، جانب الشيخ جابر المسكري. نعم، بالنسبة لحب الناس له كان حظي بذلك، حظي بحب الناس، كان محبوبا. حتى في مرة من المرات عندما نقل من منطقة إلى منطقة، كان أحد جيرانه يستمع إلى المذياع عندما كان يتناول عشاءه، يسمع المذياع، ينقل جابر بن علي المسكري من ولاية كذا إلى ولاية كذا، فقام يبكي وترك عشاءه، حتى أخبر الوالد فيما بعد، قال لما أتعشى تلك الليلة من الحزن على أنك ستذهب عنا. فهذه من بين الأشياء، كتب الله له محبة الناس، نعم، لأنه كان يعاملهم مثل أرحامه، كأرحامه، نعم، لا يعاملهم كأنه غريب عنهم، نعم، وإنما كان يحضر معهم في الأفراح وفي الأحزان وفي مصالحهم، يشاورونه، يستشيرونه، يستفتونه، كان كل شيء، يعني كان بالنسبة لهم معلما ومربيا ومفتيا وهكذا، يعني موجها في مجالات كثيرة. وهذا هو الأصل، أن يكون يعني مخالطا للناس، مخالطا في السراء والضراء. صدقت، نعم، هو كان حتى عطفه على الحيوان فيما قرأت، نعم، هكذا؟ نعم، نعم، بعض الأحيان مثلا في عندما في أثناء الوجبات، نعم، تأتي مثلا قطة، جميل، إنزين، وتصيح، يقول أعطوها الآن، بعض الأولاد يقول نعطيها بعد الأكل، يعني ما تبقى، قال لا نستطيع أن نأكل وهي نسمع صوتها كذا، مسكين، يعني فيه الجانب الرحمة، جانب الإنسانية، نعم، أيضا جانب التواضع، متواضع جدا، لا يتكبر أبدا، ليس فيه كبر، نعم، من فضل الله سبحانه، من تواضع، حتى أن بعض العمال الذين كانوا يعملون مثلا أحيانا أشياء صيانة في المنزل أو شيء يكون معنا، يدعوهم للغداء معه في نفس الصحن الذي، بعض الناس يتأففون من ذلك، يقول لك هذا عامل يعمل، لكن هو لم يكن بذلك، نعم، وإنما في نفس الصحن، يقول تعال هنا كل، البساطة، نعم، البساطة في التعامل أيضا إذا، نعم، سمحت لي، لا يتكلف، نعم، كان الباب مفتوحا، بابه مفتوحا لكل من أراد، نعم، أن يسأل، أن يتعلم، أن يدخل، أن يسلم عليه، الباب، نعم، مفتوحا، لكنه لا يتكلف، نعم، الموجود أحيانا يعني لا يكون ذلك الأشياء الكثيرة الموجودة، نعم، نعم، مثل من الطعام، ولكن لا يتكلف مفقودا، على نفس الهدي النبوي.